يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة عامة، حيث من المقرر أن يستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة. وقد أعلن مصدر حكومي أن مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج عملها، لافتا إلى أن مجلس النواب سيدرس البرنامج خلال 10 أيام وفقا للدستور لمنح الثقة للحكومة الجديدة. ومع استعدادها لتقديم برنامجها أمام البرلمان، ينص الدستور على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على نواب الشعب للحصول على الثقة. يأتي ذلك في ظل اشتراط تقديم الحكومة الجديدة برنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تشكيلها. يتميز التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة بعدد من المميزات، أبرزها الحرص خلال عملية الاختيار على انتقاء العناصر من ذوي الخبرة الكبيرة التي تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة. إلى جانب ذلك، تشمل الحكومة الجديدة عدة إجراءات، من بينها دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى بهدف تطوير العمل الحكومي.